بيك يا استاذ احمد، ازاي حضرتك يا حبيبي؟ بيك بيهدد هيعمل ثورة ضد حضرتك. والله اهلا وسهلا بيه، يعني انا مش عارف والله العظيم احنا وصلنا للمرحلة دي ليه كده بهذا الشكل، وحالة التسيب اللي حصل دي انا مش عارف يعني. لكن انا بطمن حضرتك وبطمن الدنيا كلها، البلد فيها قانون وفي قضاء وفي دولة محترمة تقدر تحاسب وتراجع كل تطاول وكل تجاوز. واللي عمله على فكرة يا استاذ احمد ده مش بس يعني للنقابة فقط، لا ده مسيء للفنانين كلهم على فكرة. يعني اذا بتعتبر نفسك انت فنان، فاللي انت عملته ده اساءة للفن المصري مش بس للنقابة المصرية. ف يعني احنا بنشوف تتعامل لا، هو كان قال كلام واضح، اتكلم وقال انه في فلوس وفي رشاوه وفي اتهامات واضحه. اتكلم والله يعني. ايه الجرأة دي انه انا مش عارف ايه الجرأة دي. اذا عنده دليل على اللي بيقوله ده يقدمه، واذا ما عندوش طبعا لازم القانون ياخد مجراه، لان انا ما ينفعش اتدلى على الناس بالشكل ده بدون اثبات وبدون دليل. ف يعني انا حزين والله يا استاذ احمد بجد، حزين على المستوى والطريقه والتعامل والهمجيه اللي بيتكلم بيها، وانا هنزل واكسر واحرق. يعني احنا فين يا اخوانا؟ لا، وقال ان انا الدنيا. المره دي عملت لايف بعد كده هنزل الشارع والناس كلها هتبقى معايا وهاجي اكسر النقابه، قال كده. بالظبط كده هيعمل ثوره على المزيكا في البلد. طيب انا النهارده مين اللي اداله بيغني وبيروح حفلات وحاجات جامده وفلوس قد كده وبياخد في الليله مش عارف بكام؟ مين اللي يا فندم اللي اداله ده؟ مين اداله سمح له بده؟ هو اساسا بياخد تصريح انه دي جي مش انه يغني، انه بيشغل دي جي مش انه يغني. لان هو اما قدم عشان يغني ونديله تصريح غنى، الاستاذ حلمي بكر قال لا يصلح، صوته لا يصلح للغنى، هو ما ينفعش يغني. فاترفض كمطرب. لكن لما كان بياخد تصاريح بياخد تصاريح دي جي عشان يشغل السيديهات وكده، مش عشان يمسك ميكروفون ويغني يعني. مش عشان يغني، لا 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 لا. طيب خالص. دلوقتي هتديله تصريح ايضا ولا مش هتدو تصريح نهائي؟ لا، بعد اللي عمله ده مش هديله تصريح نهائي طول ما انا موجود في النقابه، مش هديله تصريح نهائي، لا دي جي ولا 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 غنى ولا اساسا هو ينفع يغني اساسا بعد اللي عمله ده. ده يعني اقل رد من النقابة. يعني من النقابه بالظبط. يعني حضرتك بتقول لن تسمحوا لي. طب اذا راح غنى وما لجألكوش ولا اديتوله تصريح، ايه العمل؟ لا في اجراءات قانونيه بتجاب، وهيتحبس ثاني زي ما اتحبس اول مره. المصنفات الفنيه بتتبلغ وبينزل وبنبلغ الجهات الرسميه في الدوله، لانه ما ينفعش يغني او يطلع يمسك ميكروفون او انه يطلع في حفله من غير ما يبقى معاه تصريح. احنا دولة مؤسسات وفيها قانون وفيها ناس محترمة بتنفذ القانون، والمصنفات الفنية تقدر تجيبه وتعمل له محضر، وكانت حبس قبل كده الفترة اللي فاتت دي، وللأسف انا اللي طلبت انه يعني يخرج من السجن. حضرتك اللي طلبت خرجت من السجن؟ نتنازل عن القضية عشان يعايد مع امه وعيلته. يعني حضرتك تعاطفت معاه وخرجته من السجن؟ بالظبط كده. وكان الرد اللي هو يعمله ده؟ كتر خيره والله، كتر خيره، ابن بلد اصيل. كتر خيره والله. فحضرتك لن تسمح لي انه باي تصريح اخر طول ما حضرتك موجود خالص نقيب؟ طول ما انا موجود على راس النقابه مش هياخد تصريح خالص. لا بدي جي ولا بغنى خالص. ده اقل 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 حاجه ممكن النقابه تعملها ردا للجميل اللي هو عمله الحقيقه. ده هو بيقول انه الغنى بتاع حضرتك مش عاجبه. طبعا ما انا فعلا ما بعرفش اغني جنبه اكيد. اكيد انا جنبه بيقول ما بعرفش اغني. الغنى اللي بيغنيه فنان هاني شاكر ما يعجبنيش، مش لا لا هو يعني امير الغناء العربي مش عاجب بيك. يا حبيبي لا بتكلم أنا بجد على والله. فكرة يعني عارف اللي يقول لك ايه، همي بكي وهمي يضحك. بالظبط والله العظيم يا استاذ احمد. يعني هل سمعت له حاجه في فرح، في حفله، سمعت له حاجه؟ حد كان بعت لي حاجه كده، كلام غريب جدا، انا ما اعرفش يعني هو اللي بيغنيه ولا مجدي، ولا انا ما اعرفهمش من بعض. مجدي شطه ولا مجدي ولا هو حمو بيكا.
بس لا يعني انا النوعيه دي ما بسمعهاش طبعا. تسمعهاش؟ احترامي ما احترامي لاختلاف الاذواق يعني، لكن انا لا ما بسمعهاش، الى جانب ان انا كمان انا ليا يعني ليا عتاب عليهم اكتر النوعيه دي من المطربين. الكلام اللي بيتغنى الكلام اللي بيتغنى كلام خارج انا يعني ما اعرفش اختك ترقص على مطوتي و و و و و وما اعرفش وايه كلام فيه في اغنيه كده اعراض والله في اعراض وفي ايه تاني وفي انحطاط فيعني يعني المزيكا مش دي النقطه المزيكا مش دي المشكله. المزيكا ما فيهاش عيب لكن الكلام اللي بيبقى فيه عيب فهو انا اعتراضي اكتر طبعا على الكلام اللي بيتقال ده. انا يعني كان في حد مره زمان بعت لي بس انا للاسف يعني مش محتفظ بيهم لا كلام خارج كلام ما ينفعش يتقال وعشان كده الكلام ده ما لا يجاز في المصنفات ولا حاجه هم بيغنوه في الشارع منهم لجمهورهم كده ما المصنفات ملهاش علاقه بيه يعني لكن حضرتك بتقول دلوقتي على الهوا لا حفلات لحمو بيكا تاني بعد النهارده او بعد العصر امبارح خالص خالص لن تسمحوا بده ولن تمنحوا اي تصريح لا دي جي ولا اسمه ايه ده يعني هو اساسا ما بيغنيش لكن هو مش هياخد تصريح تاني من النقابه. طيب هل بعض الناس يقولوا برضو لحضرتك انه في ناس بتحب تسمع له بتحب تشوف بتشغل اغانيه؟ انا بقول لهم ايه يعني حكى مسؤول عن هذا الامر كنقيب للمهن الموسيقيه بتقول لهم ايه الناس اللي ممكن حابين هذا والا ما كانش ليه هذه السمعه ده بيعمل ترند بيظهر اسمه ويبقى ترند. بص هقول لحضرتك حاجه يا فندم يعني احنا للاسف الشديد مؤخرا بقى في نوعيات غريبه جدا من الاغاني ظاهره على الساحه من الافلام ظاهره على الساحه من الـ النجوم اللي لها تصرفات غريبه وبتلبس بشكل غريب وبتتصرف بشكل غريب وبقى الظاهر ان هو كل حاجه غريبه بقى بتلفت النظر. انا يعني بقول لاولادنا وشبابنا يعني يا ريت يعني حتى لما نسمع الشكل الشعبي اللي هم بيحبوه ده يبقى على الاقل بس بكلام الى حد ما مقبول. لكن مش لازم الكلام اللي فيه اعراض مش لازم الكلام اللي فيه اسفاف مش لازم الكلام اللي فيه تعرض للمخدرات وللمسكرات ولكل الموبقات اللي الواحد بيسمعها دي. يعني على الاقل اسمعوا مزيكا ماشي بالشكل اللي انتوا عايزينه لكن يبقى الكلام الى حد ما معقول. هل مجدي شطه نفس الموقف بتاع بيكا ولا مجدي مختلف؟ لا مجدي مختلف ومختفي يعني بالنسبه للنقابه هو ما جاش امتحن ما جاش امتحن بيكا اللي جه امتحن لكن مجدي لا ما جاش لا رفضته يعني بدي لمين الموافقه او التصريح وبمنعه عن مين؟ يعني زي ما منعت عن بيك مين المسؤولين اللي بيدوا الموافقه او عدم الموافقه؟ لا هو ما بيجي يمتحن يعني هو لو جه وامتحن وفعلا لقوا انه بيعرف يغني كان هياخد تصريح منتسب بتصريح لكل عمل بيعمله لان هو اساسا الشعبه بتاعت الغنى بتاعت المهرجانات دي هي مش 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 موجوده عندنا في الـ في الـ في, الـ في النقابه يعني انا ما اقدرش اقول عليه مطرب وعبد الحليم حافظ مطرب وام كلثوم مطربه ما ينفعش نعم فاحنا التفكير كان الفتره اللي فاتت ما ينفعش وحرام كمان والله وحرام كمان وحرام كمان والله فاحنا كنا عايزين يعني نشوف الصالح فيهم يعني اللي صالح نقدر ناخده ويتدرب شويه يبقى مقبول ونقول له بيغني ايه ويقول ايه ويعمل ايه عشان تحسين الصوره العامه لمطربين المهرجانات لان في مطربين مهرجانات الحقيقه زي حمو زي اوكا وارتيجا مثلا انا ما اقدرش اقارنهم بيه لا الولاد دول بيلحنوا بيكتبوا بيالفوا وبيغنوا وبيطلعوا بيعملوا حفلات يعني ايوه هم مطربين شعبيين مطربين مهرجانات لكن لا مقارنه ما بين الاثنين الحقيقه وهم جم مؤخرا برضو وامتحنوا لسه جم امتحنوا بس لسه النتيجه ما طلعتش اللي هم فيها لكن في الغالب هم طبعا احسن من ناس كتير اتقدمت في الشعبه دي الحقيقه يعني
ف لا لا يعني بتقول حمو بيك ما ينفعش اصلا، ولا لو اتدرب شويه او حد قعد معاه علمه شويه ممكن يجي منه، ولا ما يجيش خالص منه؟ لا هو يعني شوف هقول لك حاجه. هو والله الـ يعني خامه الصوت اللي انا سامعها في الكلام دي انا ما اعرفش، بيبقى صعب انه يغني يعني. يعني اصل الغنى ده لازم عايز ليونه في الاحبال الصوتيه، وعايز امكانيات، وعايز ليونه كدا. هو واضح رقه كده وحاجات يعني شويه يعني اللي يعني يبقى في حلاوه. الصوت اللي بيغني ده لازم يبقى صوت حلو. اتعلمنا كده، لازم يبقى في حاجه مختلفه. مثلا احمد عدويه مثلا يا استاذ احمد ما بيغني شعبي، بس يا سلام، بس انت بتتكلم في صوت تحب تسمعه. هو ده اللي انا كنت اقصده يعني. يعني طبعا فرق شاسع ما بين بيكا وشطه، وبين مثلا عدويه، بين مطربينا الشعبيين الكبار، استاذ رشدي، استاذ محمد العزبي، يعني لا فرق كبير، مفيش مقارنه. ما اقدرش احط دول جنب بعض او على كف طبعا. يعني احنا دلوقتي بقينا في مرحله جديده علينا بصراحه، موسيقيا وفنيا ما كناش متخيلين احنا ممكن نوصل لها في يوم من الايام. حضرتك الحقيقة عايز تقضي على الفوضى في هذا المجال، في هذا اتمنى عايزين الذوق يعني الناس يبقى يعني ضبط في كل حاجه. بالظبط كده، بالظبط كده. انا اتمنى يبقى فيه يعني على الاقل، انا مش ضد المهرجانات ولا ضد مطربين المهرجانات، لكن يبقى فيه احترام للكلمه اللي بتتقال، يبقى فيه امانه ان انا الكلام اللي انا بقوله ده في شباب بيسمعوا. ما استغلش كلام اغاني في استاف، في انحطاط، في كلام عن المحرمات، في كلام يعني حاجات كده يعني لازم نراعي ربنا شويه. اولا خليني لازم احيي حضرتك على بيسالوني يا حبيبي. والله ربنا يخليك بجد. انا من اول يوم وطبعا زعتها كتير وبسمعها كتير، اغنيه حلوه وحضرتك ما شاء يعني يا حبيبي. يعني مش انا اللي هقول يعني، ربنا يخليك يا استاذ احمد، والله طلع من قلبي للبلد. وحياه ربنا يا استاذ احمد بجد، وهي الحقيقه يعني هديه من كلنا لمصر الحبيبه اللي بنموت فيها وبنموت في ترابها والله بجد. لا وحضرتك كمان يعني الاحساس كمان يعني لا واصل المعنى اللي حضرتك بتقوله. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله، بحييك وبشكرك. ربنا يخليك يا استاذ احمد. انا كبير استاذ هاني شاكر، بشكرك شكرا جزيلا. طيب اذا موضوع حمو بيكا خلاص كده بالنسبه لكلام هاني شاكر خلص.